شركة الاتصالات الكويتية فيفا تحمل المسؤولية الاجتماعية، ويومين نحط استراتيجية تتكلم عن المسؤولية الاجتماعية. أول ما فكرنا بالشباب اللي حاول أنه يتميز بشكل أو بآخر، وأكيد مثل اليوم وجودكم هنا دليل تميزكم. نؤكد لكم حرصنا على التعليم، ليس فقط لأنه الاستثمار الأمثل في البشر، لأن قيامنا تفرض علينا ذلك. الحين في اللحظة راح يبدأ الجد، وإن شاء الله راح تبدي أول لكتشر من شركة المشاريع الصغيرة. المشاريع الصغيرة تجمع بين أمرين: التنمية والإبداع. Ten principles for successful entrepreneurs. شنو؟ Number one, motivation. ترى بدون motivation ما أقدر أنا أنزل من الستيج هذا تحت. بدون motivation ما نقدر ننتقل من A to B. خدمة ممكن نقدمها لنا بضاعة ممكن احنا نشتريها ان شاء الله.